وحول تداعيات استهداف القاعدة الأمريكية في الأردن ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الخبير العسكري العميد عبد الله الأسعد. حياكم الله عميد عبد الله. أهلا وسهلا بك. حياكم الله عميد عبد الله. بداية، كيف تقرأ هذا الهجوم الذي نفذ ضد القاعدة الأمريكية في منطقة التنف؟ مساء الخير. سلام عليكم. يعني في الواقع هذا الهجوم يعتبر سابقة تختلف عما سبقها من هجمات الميليشيات الإيرانية على القواعد الأمريكية المتواجدة في سوريا والعراق. يعني الخسائر بالأرواح طبعا يعني تعدت المسموح به للميليشيات الإيرانية في عملياتها التي تقوم بها ضد القواعد الأمريكية. الآن إيران تعمل يعني من خلال هذه الهجمات بشكل كامل، وآخرها الهجوم على القاعدة 22 أو البرج 22 الموجود على الحدود الأردنية أو على المثلث الأردني العراقي السوري. تحاول أن تتمدد أفقيا باتجاهات محددة، وهذا التمدد يختلف عما سبقه من تقريبا 3 أشهر أو 4 أشهر، من أجل إثبات يعني الجيوسياسية الإيرانية في المنطقة وتغيير الوضع الدراماتيكي على الأرض، سواء في لبنان أو في سوريا أو في العراق أو حتى في اليمن، لأن كل هذه أذرع إيرانية وتستهدف المصالح الأمريكية، وحتى تعدى ذلك المصالح الدولية والإقليمية من خلال استهداف يعني العسكرة والاقتصاد والبنية التحتية للدول التي لم تعد يعني مسرورة من إيران لما تقوم به. يعني كل الدول سواء كانت أمريكا أو الحليفة، حتى روسيا غير يعني مسرورة من إيران، وحتى الصين يعني في آخر المطاف عندما قامت باستهداف طرق الملاحة، وكل البقاع على الأرض تشير إلى أن هذا الذي يجري الآن هو عبارة عن قرار إيراني بحت نتيجة للتحليلات التي تجري على الواقع طيب. أو على الأرض. نعم عميد عميد عبد الله، يعني هذا الهجوم كيف يخدم ما تسعى إليه إيران من توسع في هذا التوقيت بالذات وفي هذه النقطة بالذات؟ يعني منذ فترة ليست بعيدة قامت الميليشيات العراقية التي تتبع لإيران بالتوجه باتجاه الحدود الأردنية من أجل فتح الباب للهجوم على غزة من خلال الأردن. هذا الطريق علما أن حوالي 150 ألف من الميليشيات موجودين في سوريا بإمكانهم كانوا ما يذهبوا إلى الجولان السوري. هذا من ناحية. الناحية الثانية عمليات تهريب الأسلحة وعمليات تهريب المخدرات التي تتم عبر الحدود السورية الأردنية طبعا، والتي يتواجد يعني هناك هذا البرج، برج القاعدة التي تحوي تقريبا 300 إلى 400 عنصر، هم من اللوجستيك الذين يدعمون به قاعدة تنف ويدعمون القواعد التي هي داخل سوريا. وهذا نوع من أنواع الاستطلاع بالقوة في الواقع. هذا الاستطلاع الإيراني هو عبارة عن جس نبض من أجل توسيع عمليات تهريب، لأن طبعا القوات الإيرانية يعني تلاقي حاجز صد كبير في الواقع من حرس الحدود الأردني في تلك المنطقة، فهي الآن يعني تحاول أن توسع هذا الخرق الذي طبعا ربما ينجح بعض الأحيان، يعني ليس في كل الأحيان يفشل ربما، لأنها تحاول أن تغرق المنطقة وأن تتوسع من أجل ضرب البنية وتفكيك الأمن القومي العربي. هي غايتها في طيب. الواقع إيران تفكيك الأمن بما القومي يخص العربي. نعم بما يخص يعني الهجوم على هذه القاعدة، ما هو الرد المحتمل برأيك من قبل أمريكا؟ هذا الرد يعني ذو حدين. الحد الأول يفيد إيران ويفيد أمريكا. أمريكا الآن هي مقبلة على انتخابات رئاسية، والكل يعرف بأن بايدن يعني تراجعت الورقة الانتخابية والمؤيدين له في أمريكا. هذا من ناحية طبعا يعني، وسيكون هناك رد طبعا، ولكن يعني هناك اتفاق شبه ضمني على استهداف القوات الإيرانية والميليشيات الإيرانية خارج الأراضي الإيرانية. ومن جهة إيران الآن أصبحت مكشوفة يعني لدى كل العالم
من خلال أذرعها، من خلال حزب الله اللبناني التابع لها في لبنان بقيادة حسن نصر الله، بأن أصبح يعني سوءته مكشوفة للعالم جميعا، بأنه هو عبارة عن شعارات فارغة من أجل تحرير القدس وإلى غير ذلك، وطريق القدس يمر من حمص ومن درعا ومن سوريا ومن غير ذلك. ولكن عندما قامت المعركة في غزة وجدت بأن أذرع إيران وإيران بالذات تراجعت وتركت الفصائل التي تتبع لها في غزة يعني لوحدها طبعا، وتبين للجميع حتى ضمنيا حماس وغيرها يعني أيقنوا بأن إيران هي عبارة عن عنصر تفاعلي وسيط فقط من أجل أن تدمر المنطقة وتدمر كل القوى العربية المتواجدة. هناك تحركات وإخلاء لبعض المواقع قبل هذه الميليشيات إلى مواقع أخرى، في أي سياق تضع هذه التحركات؟ هذا يعني تحرك تكتيكي بحت، يعني كل القوات عندما تتعرض ل او عندما تستشعر باي خطر تقوم بعمليات الاخفاء والتمويه، تقوم بتبديل المواقع لها بالتاكيد. يعني هنا يجب الا نغفل عن موضوع، ليست فقط ايران تستهدف القوات الامريكيه، القوات الامريكيه تقريبا منذ فتره ليست بعيده استهدفت رتل كامل، يدخل الى سوريا ودمرت جزء من هذا الرتل. القوات الأمريكية تستهدف المعسكرات التي تقوم ببنائها في دير الزور، في البوكمال، في الميادين. أيضا أمريكا تستهدف سيبرانيا، تستهدف المنشآت الحيوية في إيران، وبين الحين والآخر تجد هناك هجوم سيبراني من أمريكا باتجاه إيران. أي أضف إلى ذلك أيضا أمريكا وإسرائيل، أيضا إسرائيل تستشعر الآن إعادة الهيكل التنظيمي للقوات الإيرانية في الجنوب. تقدير الموقف من خلال حساب القوة وميزان القوة العسكرية، أصبحت إيران الآن في طور تعدى طور الميليشيات المتوزعة هنا وهناك، وإنما أصبح هناك هيكل تنظيمي لبناء معسكرات في الجنوب، طيب وهذه من المعسكرات هنا تركز على عفوا من هنا عميد عبد الله، يعني بالنسبة للرد الأمريكي، هل تتوقعه أن يكون مجرد رد لربما يكون انتقامي، أم أن الأمر سيكون استراتيجي بحت، هناك استراتيجية معينة لربما لإبعاد إيران عن هذه المنطقة ككل؟ لن تستطيع لا إيران ولا غيرها، عفوا لا أمريكا ولا غيرها، من رد استراتيجي كبير. لماذا؟ لأن إيران هي أحد ركائز الشرق الأوسط الجديد، وهي عبارة عن عنصر فعال. يعني ليست مثلا أمريكا يعني مستغربة من مثلا هجمات الحوثي، ولا مثلا بعض القذائف من حزب الله، أو من بعض القذائف من الجولان السوري، أو من استهداف قاعدة عين الأسد. هي تعلم أن هذه الأدوات هي أدوات إيرانية، وهي تقوم برد ردعي، بالواقع رد ردعي. أحيانا ممكن أن يكون قاسي بعض الشيء من خلال استهداف رضا موسوي، من خلال استهداف رئيس المخابرات، وإيران تعرف وتقوم بالرد، تقوم بالرد. ولكن هذا الرد يعني حسب تصريحات ترامب، قال عندما اتفاق قتلنا مسبق. قاسم سليماني طلبت منا إيران بأن يعني نسمح لها بأن تقصف بعض القواعد في أماكن مفتوحة. هل هذا الهجوم يعني يأتي بنفس هذا السياق بالنسبة لتصريح ترامب؟ هذا الهجوم نعم. ولربما الرد الأمريكي القادم؟ الآن يعني سيكون رد يعني مقابل أو يماثل يعني مقتل مثلا القادة الإيرانية على الأرض، انتقامي. نعم، يقتل بعض القادة، يدمر بعض المربعات الأمنية المتواجدة في الأحياء الدمشقية منذ فترة. طبعا ضربة قوية للقوات الإيرانية عندما قتل رئيس الاستخبارات وأحد أعضاء الحشد الشعبي العراقي هناك، وطبعا يعني بعض القادة، كان رد قاسي. سيكون هناك رد أيضا يعني خارج الأراضي الإيرانية، يخدم أمريكا، يخدم حملة ترامب الانتخابية، يخدم إيران في سبيل إعادة يعني وجهها أمام مؤيديها. وطبعا سيكون على الأراضي السورية، لأن الأراضي السورية أصبحت عبارة عن ملعب فارغ، ملعب فارغ يعني يلعب به اللاعبون كيفما يشاؤون،
والقيادة السورية، إذا طبعا تجاوزا هي ليست قيادة سورية وإنما هي عبارة عن العوبة بيد إيران وروسيا، طبعا في تدمير مطار، في تدمير قادة موجودين مثلا في البوكمال، في درعا، في دير الزور، في القنيطرة بعض الأحيان، في العاصمة دمشق، في مستودعات طبعا لإيران يد فيها. أيضا هناك مصانع ومنشآت إيرانية مشتركة مع بعض القوى على الأراضي السورية ممكن أن يتم استهدافها، ويجب أن تكون هذا الاستهداف الآن واضح. واضح لماذا واضح؟ من أجل أن يكون له يعني دعاية إعلامية كبيرة تحققها أمريكا في خضم هذه الدعاية الانتخابية على الأرض. طيب، هناك من ذهب من المحللين إلى أن هذا الهجوم لربما يكون محاولة زج بعمان بأتون هذا الصراع الدائر في المنطقة، هل تتفق مع هذا الطرح؟ يعني عمان أصدرت بيان بأن يعني استبعدت بأن ليست النقطة المستهدفة هي على أراضيها. يعني لا يريد أحد، لا عمان ولا حتى يعني إيران ولا حتى أمريكا يعني مواجهة يعني وجها لوجه مباشرة بين بعضهم البعض، وإنما طبعا من خلال استهداف بعض النقاط. يعني عمان تعلم بأن الميليشيات الإيرانية التي أصبحت على حدودها كبيرة جدا، ويعني هناك تقدير موقف وبعض الدراسات يعني تجاوز العدد القوات التابعة لنظام الأسد في المنطقة. هي تقوم مثلا بضرب أذرع لمهربين مخدرات أو غير ذلك. إيران تقوم مثلا يعني بدفع المهربين بشكل منظم من خلال أذرعها في المنطقة على الحدود بين الإدارية لمحافظتي درعا والسويداء، بإدخال كميات أحيانا بطيران مسير تقوم بتهريب مخدرات. كل هذه الأمور يعني حتى أمريكا تستهدف يعني فاطميون، تستهدف زينبيون، كثير جدا التحالف يستهدف هذه الأذرع الإيرانية على الأرض بشكل يعني متقطع، والحرب هي حرب وكالات وحرب أذرع يديرها طبعا تديرها خيوط. هذه الخيوط بيد اللاعبين في المنطقة، وطبعا دون النظر إلى يعني صاحب الأرض، يعني صاحب الأرض الذي تجري الضربات على أرضه، كما مثلا الطيران مثلا الإسرائيلي يقصف اليوم عقربة، مثلا السيدة زينب يقصف في المنطقة الوسطى الجنوبية، الأمريكان يقصفون. ولكن لربما هناك شيئا جديدا، يعني وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربات إلى العراق وسوريا، يعني هذا شيء طبيعي بحكم أن الميليشيات موجودة هناك، ولكن هذه المرة أيضا في الداخل الإيراني، هل تعتقد أن ذلك قد يحدث؟ أنا لا أستغرب. يعني الآن مطالبة مثلا بولتون وبرينان وجراهام، هؤلاء النواب أصحاب القوة الكبيرة في مجلس النواب الأمريكي وذو تأثير قوي جدا، ربما يجعلون أمريكا تفكر بهذا الرد في قلب إيران. منذ فترة حتى الأراضي الإيرانية يعني مستباحة للقوات التحالف والقوات الإسرائيلية أيضا، يعني طائرة مسيرة قصفت في قلب إيران، قصفت منشأة حيوية ودمرت الكثير منها، وكل فترة انفجار للمنشآت الحيوية الإيرانية، ربما يتعدى ذلك الآن لهذه الضربة، لأن طبعا هي ضربة موجعة لأمريكا في الواقع. يعني 3 قتلى، والآن أصبح العدد ربما يعني قرأت في نهاية هذا اليوم 42 عنصر ذهبوا من أجل المعالجة الطبية. هذه ضربة قوية، نعم بالتأكيد سيكون هناك رد قوي، وربما يكون ضمن الأراضي الإيرانية من أجل أن يعني. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفي عبر سكايب من اسطنبول الخبير العسكري العميد عبد الله الأسعد، شكرا جزيلا لك.